موية ثلج المكرونة نكون كريمين في الملح. نوع المكرونة على حسب رغبتك، لا تقول لي نوع معين وهذا اللي يمشي وهذا اللي ما يمشي، استخدم اللي تحبه. ثلج المكرونة موية وملح، ولا حد يقول لي زيت، الزيت ما له داعي لأنه بيطفو على سطح الموية وما بتستفيد منه أبدا. نسوي مع بعض اللحم، ننزل شوية. أول شيء اللحم المفروم، ثوم المهروس، بصل، بذرة ناشفة، شوية كمون، شوية قرفة، بهارات مشكلة حسب الرغبة، الأسود ورشفة من الملح. مو لازم لحم مفروم، تقدر تضيف الدجاج. معجون طماطم، شوية من عصير الطماطم، أضيف الزبدة، ملعقتين زبدة عليهم ملعقتين دقيق. أضيف الحليب تدريجيا. بصل وغرست فيها القرنفل، أحطهم إضافة لورق الغار الأبيض، لو ما عندكم استخدموا الفلفل الأسود. هذا القوام مناسب جدا معايا، شوفوا كيف. أول شيء أدهن شوية بشاميل، مكرونة، شوية موتزاريلا، لحم، آخر شيء الموتزاريلا. وعلى الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 170 من 15 إلى 20 دقيقة، كل شيء أصلاً جاهز. 20 دقيقة بالكثير. وهذه هي بعد ما 15 دقيقة بالفرن، حمرتها من فوق أخليها تبرد أقل شيء ربع ساعة. إضافة جميلة عليها البارميزان. صوص البشاميل مسوي طعم فنان. الله عليك يا أبو العز.